عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، أهلا بكم إلى القسم الثالث من صباح النور. بشكل تلقائي ترانا نتحسس وجهنا ونلامسه، إنه سلوك غير إرادي يميزنا نحن البشر عن سائر الكائنات الحية. ولكن في هذا الزمن العصيب تحديدا، زمن الكورونا، لابد من وقف ممارسة هذا السلوك. عن هذا الموضوع نستضيف معنا أخصائية علم النفس العيادي الدكتورة بسمة الكيلاني عبر سكايب مباشرة من الأردن. دكتور بسمة صباح النور. صباح النور، اهلا. يا اهلا وسهلا دكتور، كيف الحال عندك وكيف حال اهلنا في الاردن في هالازمه؟ يعني كل شيء تمام، محبوسين في البيت كما كل دول العالم. صحيح. يلا ان شاء الله، ان شاء الله فتره، ان شاء الله ما تطولش الفتره علينا الكل. دكتور احنا موضوعنا اليوم عن لمس الوجه، كيف تفسرين هذا السلوك تحديدا؟ يعني ذكرنا في المقدمه انه هو سلوك لا ارادي. هو لا سلوك لا إرادي وفطري عند البشر وعند الحيوانات الرئيسية العليا زي القردة الشمبانزي، فهو سلوك موجود وبيميزنا عن غيرنا من الحيوانات، وإله أسباب. يعني هو عادة إحنا بنلمس وجهنا إذا بدنا ننظم مشاعرنا، وإذا بدنا مرات كمان إذا إحنا حاسين في الانجذاب لشخص وهذا الشخص بيلمس وشه بنلمس وشنا بنفس الطريقة، زي بنعمل بنقلد إيش اللي هو عم بيعمل، هذا زي كأنه إحنا عم نعطيه شعور إنه إحنا في عنا انجذاب تجاهه. ومرات كثير بيكون عشان نخبي وجهنا في حالات شعور بالحزي. يعني الموضوع تقريبا مرتبط بالحالات النفسية اللي الإنسان يكون عليها، يعني كل على حسب حالتك النفسية على قد ما يمكن أنه يكون عندك لمس لوجهك في هالفترة هذه تحديدا. ونحن أنه نتجنب أنه نلمس وجوهنا على قدر ما يمكن، يولي عنا أكثر إحساس أنه الوجه دائما يا إما العين يكون فيها معناها حكة، يا إما أنه يعني أنه يولي الإنسان كأنه كل مرة يحس حاجة أنه لازم يلمس وجهه. هل هي عامل نفسي أم ما هو تحديدا؟ من هلأ هي عادة، ولما بتكون عادة فبتصفي مش بضمن الوعي، يعني بيصير الواحد يعملها وهو مش واعي لإلها. بس كمان في بعض الأحيان لما الإنسان بيصير يفكر إنه أنا مش لازم أمسك وشي، مش لازم أمسك وشي، بيصير مركز في الموضوع أكتر، يعني بيصير زي سلوك وسواسي. ففي هاي الحالات يفضل انه يلهي حاله بشيء ثاني، يشغل ايديه بشيء ثاني. كل ما الانسان كان عم بيعمل اشياء اكثر ونهاره مشغول، كل ما قل التركيز على هاي النقطه. كمان في مرات اسباب يعني بتكون عم تخلينا نلمس وجوهنا او عيوننا، زي الحساسيات. مرات عند النساء حساسيه من الميك اب، فممكن يلاقي علاج للموضوع زي أدوية الحساسية. جميل. به عالم النفس الألماني مارتن جرونفالد يقول أنه ملامسة الوجه هو سلوك أساسي لجنسنا، وبأنه يمارس في كثير من الأحيان بوعي ضئيل أو معدوم، هذا اللي ذكرناه بطبيعة الحال. ولكن هل يمكن هناك أشخاص لمس الوجه عندهم يكون أقل من أشخاص أخرين حسب الجنس أو حسب العمر؟ لا، هو معظمنا بنلمس أو وجهنا بنفس الطريقة. يعني عملوا دراسة على طلاب بكلية الطب ولقيوا إنهم بلمسوا وجههم 23 مرة في الساعة، فهو خلص بصفي عادة. ولكن طبعا في ناس لما يعني بيكونوا واعيين لهذا السلوك وبيصيروا يراقبوا قديش هم بيمسكوا أوجههم بنزل السلوك. أي سلوك بدنا إحنا نقلله إذا بنعمله مراقبة أو تسجيل بنزل. طيب هذا السلوك تحديدا في هذه الفترة تحديدا في ظل أزمة الكوفيد 19 أو فيروس كورونا الموجود والمتفشي في كل دول العالم، خوفا من العدوى وهالسلوك اللا إرادي اللي يكون موجود عنا بلمس الوجه. يعني مثلا عالم السلوكيات الأستاذ بجامعة كولومبيا مايكل هالسورت يقول أنه من الأسهل أنه نغسل أيدينا أكثر من مرة بدلا يعني من تقليل لمس الوجوه. هل يمكن أن يكون هذا حل في تخفيف
من العدوى حتى ولو قعدت عنا عادة لمس الوجه كما هي، معناها لم تتغير. يعني هو احنا هاي حل اولي انه احنا فعلا نغسل ايدينا، لو مسكنا وجهنا نكون احنا في امان، ما ننقل العدوى لانفسنا. بس كمان بيساعد انه احنا نخفف من لمس وجوهنا، لانه مرات بنكون غير واعيين انه احنا مسكنا سطح ملوث وممكن نمسك وجهنا فبزيد نسبة العدوى. فبالتالي في طرق تجعلنا انه نخلي احنا حالنا نقلل من هذا السلوك، زي مثلا انه زي ما قلنا انه نراقب السلوك او نسجل بصير ينزل هذا السلوك. مرات ممكن انه نوضع ايدينا تحت جسمنا او نبعدهم تحت الطاوله، هذا بخلينا نوعى كل ما بدنا نرفع ايدنا لوشنا. كمان مرات في بعض السلوكات اللا اراديه بيساعد انه احنا نرفعها لمستوى الوعي. يعني في احنا تمارين عاده نعملها للاشخاص اللي مثلا بينتفوا شعرهم او عندهم سلوكات لا اراديه اخرى، انه بنخليهم يضلوا يرفعوا الايد لمنطقه الوش بدون ما يلمسوها بتكرارات كبيره حتى تصير الايد توجع، فهيك بيطلع السلوك للوعي. ممكن بعدين نصير كل ما نرفع ايدنا نصير واعيين ان احنا رفعنا ايد. قد يكون حل من الحلول. أيضا هناك حاجة أخرى دكتور نديل، لأنه يعني هناك بعض الأخصائيين اللي ينصحوا بارتداء الماسك أو الكمامة لعدم لمس الوجه، وهناك أخصائيين يقولوا أنه حتى بلمس الكمامة يمكن أنه يشكل لنا أكثر خطر للعدوى. ما رأيك في النظريتين؟ يعني أنا برأيي أنه الإنسان يخفف من السلوك نفسه إذا بيقدر بدون ما يلبس الكمامة، لأنه الكمامة أصلاً بدها تغيير كل ساعتين وإلا بتصفي بتشكل خطر. فبالتالي ممكن أي إشي إحنا نحطه بإيدنا، مثلاً في ناس بيحطوا بإيدهم جرس أو إشي بتطلع صوت كل ما رفعوا إيدهم، فهذا بيخفف من السلوك. في عدة أفكار لتخفيف السلوك من هذا النوع. قد تكون فكرة جميلة فكرة الجرس، لما لا، تقريبا كل من يضع أكسسوار يضع جرس صغير على الأقل يخفف من لمس الوجه. أخصائية علم النفس العيادي الدكتورة بسمة الكيليني، شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من الأردن. شكرا لكم. شكرا لك، نتمنى الخير والسلامة أيضا إلى أهالينا الكل في الأردن، والتزموا البيت طبعا. شكرا لك مرة أخرى. آمين.